فيما يخص الدوره ديال المجلس الوطني، راه السؤال على الجهويه جاوبت عليه، كي غتكون ندوه ديال الامناء، الامانه العامه مع الامناء الجهويين، والامناء الجهويين هما من يمثلوا المناضلين والمناضلات داخل الجهه. المكتب السياسي هيئه وطنيه، ما تاخذش بعين الاعتبار البعد الجهوي، ورغم ذلك حاولنا نمثلوا اكبر عدد من الجهات داخل المكتب السياسي. التعديل الحكومي ماشي مختصاصنا كحزب سياسي، مختصاص صاحب الجلاله بعد اقتراح من طرف رئيس الحكومه، ها هما اصحاب الاختصاص. الاختيار ديال المكتب السياسي ما عنده حتى شي علاقه بالتعديل الحكومي. اولا هذا الباب تاع التعديل الحكومي مازال ما ناقشناه عن عمق مع سيد رئيس الحكومه، مازال ما جلسنا حنا كاغلبيه وفتحنا هذا الورش تاع التعديل الحكومي. اذا كان التعديل الحكومي حنا ما عندنا مشكل، لان التعديل الحكومي ماشي مساله عيب ولا فشل ولا يخص. بعض المرات في مسار واحد الحكومه يجي نفس جديد، سيد رئيس الحكومه هو اللي غادي يبان ليه في احترام احزاب اللي تيمثلوا الاغلبيه، وفاش غادي نجلسوا نناقشوا في هذا الموضوع راه حنا غادي نبلغكم. ولكن المكتب السياسي ما عنده حتى شي علاقه. ثلاث شهور من بعد، لان هذه المهله ما عندها حتى علاقه بالمكتب السياسي، عندها علاقه بميثاق الاخلاقيات، لان هذاك الالتزام ديالنا امام المؤتمر وامامكم انتم كرجال ونساء الاعلام ومع المناضلين ديالنا. فلذلك اعطيناهم واحد المهله ديال شهر شهر ونص، اللي كان ضغط كثير حيت كانوا عده اجتماعات مع المحامون ديال الحزب اللي منتمين للحزب، مع واحد المجموعه كان كذلك مشاورات على مستوى الجهات، واللي طلب منهم واحد الوقت. خلينا خرج رمضان وبرمجنا لسميتو. واش المكتب السياسي شكل مشكل؟ ابدا، كانوا مشاورات، لان احنا كقياده جمعيه ما تنامنوش بالقرار الفردي، كانوا مشاورات وتم التوافق على هذه الاسماء. كيف تشوفوا هذه الاسماء؟ كلهم كفاءات وكلهم عندهم ارتباط بالحزب وارتباط قوي بالحزب. الاخ علي بن الحاج كان يمثل حزب سياسي من الاحزاب اللي ست حزب الاصاله والمعاصره. علي بن الحاج ما عمره كان بعيد من حزب الاصاله والمعاصره، والدليل حضر معنا عدة مرات، تنعتبر بأن رجل عنده بعد اقتصادي، عنده كفاءة، رجل الأعمال، عنده واحد القراءة تاع الساحة السياسية، رجل حدثي، وتعتبرنا بأن سي علي اللي باقي شاب، ماشي من الشيوخ، وعلى هذا الحساب سي أقام أنا راه شرف، راه 48 سنة، راه كنا شباب في واحد الوقيتة، وتنعتبروا بأن قيمة مضافة. وحقيقة فاش فتحنا المشاورات على الأسماء بالإجماع كل شيء قال بأن عنده بلاصتو في هذا المكتب السياسي، ويقدر يكون قيمة مضافة، وأكيد غيكون قيمة مضافة. وهذا كذلك رمزية قوية، لأن الحزب كما قلت قبيلة ماشي في القطيعة مع الماضي، حنا تراكمات ارتكبنا أخطاء واحد الوقيتة، وكذلك درنا إيجابيات كثيرة للساحة السياسية والمغاربة، وبغينا نراكموا على التجربه الايجابيه باش نزيدوا قدام حزب الاصاله والمعاصر. الصحف هاد الايامات وسي مهدي بصفته وزير التواصل قال لي ودي راه كتبوا في الجريده الفلانيه الغياب ديالكم، عاوتاني كتبت واحد الجريده اخرى. انا هادشي اللي ضحكني، نقول لكم علاش؟ لان الواحد فاش ما تلقى ما يقول تيقول هادشي الحمد لله، ما كتبوا لا ملف تاع الفساد، ما كتبوا بان خلق أزمة داخل الحكومة، وما قالوا بأن الحزب غادي يرجع اللوط. أنا تنعتبر بأن هادو اللي ما شافونيش ما بغاوش يشوفوني. الحاجة الثانية، ما حضرتش رئيس الحكومة، لأن سمحوا لي نقولها لكم، يمكن هذا سكوب، أنا بشر إنسان بحالي بحالكم، أنت ما عمرك تيجيو بالحلاقة، ما عمرك تضربك الضرسة، ما عمرك تضمرت. حتى انا كنجاوب، شنو زعما حيت انا وزيره عندي الحصانه، عندي الحصانه حتى في صحتي؟ ما يمر بحد، ما
ولدي كيدوز باك ما يمشيش نصو للمدرسه نخليه هادشي كاين. الله يجازيكم الله يجازيكم. عيب وعار اذا لقيتو شي حاجه عليا ولا على حزب الانصار والمعاصره وانتم مشكورين وقلتها لكم واحد المره لان هاد حريه التعبير اللي كاينه في بلادنا وحنا تنتشبتو بها تتمكننا حتى حنا كمسؤولين. ها هو واحد الصحفي ما نقولش سميتو بين لي انا واحد الميل داخل وزارتي وكل ما كانش هذاك الصحفي يمكن ما غاديش نسف سؤال المفتشي لهذيك المؤسسه. وفاش مشات المفتشيه تبين لي خلالات وقلت هذاك السيد من المسؤوليه وهذاك ما كانوش رجال ونساء الاعلام كيصعب علينا لان حنا راه تنشتغلوا في وسط ملفاتنا وبغينا نحققوا الكثير ولكن يجي يقولوا المنصوري بينا المنصوري ما بيناش. شو المنصوري اللي تخدم هذا هو السؤال. واش المنصوري التزمت مع المغاربه بان غادي تخرج دعم السكن وبريضه صاحب الجلاله الحمد لله في الاجتماع تعطات انطلاقه واش من بعد 3 شهور 10000 تاع المغاربه المواطنات والمواطنين ما كانش عندهم دارهم وما كانوش عندهم الامكانيات بالدعم ديال اكثر من الثلث ديال الثمن. هذا هو اللي كيهمني. واش المنصوري مشات خدمات مع العالم القروي؟ واش التزمات بالمراكز الصعيده؟ واش المنصوري قالت لكم لان باش المغاربه يكونوا كلهم بحال بحال قدام القانون غادي تصادق على تصاميم الدهيئه وخاصه في المناطق والمدن الكبرى اللي عليها الضغط واللي تنعرفوا كيف الامور كانت تدوز مع لوبيات الفساد؟ هذا هو السؤال اللي خصكم تطرحوا. ما المنصوري بانت ولا ما بانت؟ ما جبتش انا ندير عرض الازياء ولا شي حاجه. انا خدامه واللي غيحاسبوني غيحاسبوني المغاربه في 2026. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.